اسمح لنا نشوف شاشتنا كريم يلا اذا كان هو ما كانش دماغه مناسبه للي بيحصل في اللي فات هيناسب ازاي اللي موجود دلوقتي يعني لابد طاقه فنيه زي الاستاذ محي اسماعيل لابد ان يصادق محي اسماعيل لابد ان يصالح محي اسماعيل لابد أن يصالح زقابه لما يبتدي يصالح نفسه ويحب محيي إسماعيل هتلاقي كل الناس بتحبه وكل الوسط بيحبه لازم يبقى حاطط في اعتباره أن عندما يختفي عن الناس وإحنا الناس عاطفيين جدا جدا هينسوا محيي إسماعيل زي ما نسوا ناس كتير قوي قبل كده ولابد أن يكون موجودا على الساحة وهو يملك هذه الإمكانيات الفنية لكن يمكن هو بخيل علينا بيها أو بخيل على نفسه بيها ايه رايك؟ سامي ده مفوه يعني فعلا بيتكلم صح اه بس حكايه ان اصالح نفسي ده انا مشكلتي ان انا مصالح نفسي لكن المشكله ان يعني اذوب في بوتقه الزملاء انا في الحته دي فعلا ممكن تقول عليها خجول ممكن تقولي يعني مش اجتماعي قوي ممكن شاية. تقوليها آه. تسمح لنا نشوف شاشتنا كريم يلا انا لو اتعرض عليا فيلم بطولتي مش هعمله هعمله ازاي لما اسماعيل انت عايز توقع بيني وبين الراجل وانا بقول لك هو برجي عموما انا 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 بتكلم بصدق شديد وبتكلم لاني بحبه لان ممكن لو لا هو لا يعنيني كقيمة يعني كنت قلت أنا مالي ما ليش دعوة بيه بس أنا حقيقي حاسس إن هو فنان مميز وفنان كويس ولا بد أن يستغل هذه الطاقة وإلا هيستغلها إنت يعني. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ طب بتعمل إيه إمبارح؟ طب كنت بتعمل إيه من ثلاث سنين؟ أنا آخر مرة قابلته من فترة مش قريبة ومش بعيدة قال لي إن هو بيلعب يوجا. ما أعرفش اليوجا دي عمل ولا ما يعني عنديش فكرة سمعت عنها يعني. حقيقي آه يعني ما حدش يقدر ينكر ان في فتره من الفترات كان محيي من ضمن الممثلين المجيدين والجيدين والمطروحين على الساحه بشده وما اعتقدش ان حد عمل فيه كده اكتر من تفكير محيي اسماعيل لما قبلك اقول لك انا بهرج بلعب يوجا ايه دي حاجه تتقال على الشاشه مم. لما لا لا تعليق لا لازم تتشال الحاجات طب هو بيقول لك يعني ان انت اتشغلت يمكن كتير في الرياضه في ال... لا الحاجات دي م... م... يعني مم. مش عارف ايه يعني ما مش عارف هو اصله بدا كلامه قال انا لو جاني فيلم ما ينفعش انا اعمل بطولته لان هو حاسس ان هو حجمه يعني مثلا او الادوار بتاعته ما تنفعش ان هو يبتدي يبقى بطل الفيلم اه هو يعني سمي ب... آه. يعني شايف نفسه كده م.